اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات باقي الحكايه على الهواء مباشره. عايزه افكركم انه في الحلقات دي احنا بنستقبل مكالماتكم على موضوع الحلقه اللي اتذاعت الاسبوع اللي فات. موضوع الحلقه اللي اتذاعت الاسبوع اللي فات كان عن الازمات اللي بتواجه العلاقه الزوجيه، يعني لما الزوج او الزوجه يكونوا في حاله شكوى او مش سعداء في حياتهم الزوجيه ايه العمل. ده كان موضوع المناقشه. النهارده هنستقبل مكالمات على الموضوع ده. في الاول احنا هنشوف ملخص للحلقه عشان نفكركم بيها، او اللي ما شافهاش يقدر يعرف احنا هنتكلم عن ايه. نشوف الملخص ونرجع نتكلم. قوليلي ايه المشكله اللي بتعاني منها مع جوزك؟ احنا اساسا اتجوزنا عن حب، كنا بنحب بعض، وبعد ما اتجوزنا ابتديت الاقي شخص تاني مختلف تماما عن الشخص اللي انا حبيته، لقيته ان هو ما بيتنزلش عن حقه في اي حاجه خالص. هو قعد كتير في دول عربيه، احنا كنا معايا انا واولادي لغايه قضينا تقريبا معاه 10 سنين، وبعد كده رجعنا عشان دخول المدارس وكده. هو بعد ما رجعنا انا تحملت مسؤوليه الاولاد كامله. اللي فوجئت بيه ان هو بعد ما رجع ابتدى ياخد اشغال بالاضافه لشغله الحكومي، بحيث ان هو يبقى تقريبا طول النهار وطول الليل بره، يعني يوم ما يرجع بدري يرجع الساعه 12 واحده بالليل من الصبح. منين انت راجع تشوف اولادك وتتابعهم وهم في سن خطر دلوقتي، سن مراهقه، ومنين انت طول النهار بره؟ هتتحمل مسؤوليتهم امتى؟ تعرف مشاكلهم امتى؟ دي حاجه حسستني بالفزع، ان الولد ما بيشوفش ابوه طول الاسبوع غير يوم واحد، ويا ريت يوم واحد، يعني نص يوم. فدي مرعبه، اما احس ان ابني ممكن يضيع في يوم من الايام بسبب ان ابوه ما كانش فاضي ان هو يقعد معاه، دي كارثه. يعني انا لما اقعد ما بتكلمش مع بني ادم فتره بحس بغربه، انا منفصل، لما بشوفه بحس انه غريب عني. ساعات الاقي الانفصال ده ياخدنا، وساعات اقول لا، ما انا مش عارفه اكمل كده، حاسه انها كتيره. انا مش موافقه عشان انا مثلا زوجه ايجابيه ان جوزي ينسحب من المسؤوليه، وانه انا الام لانه انا بشارك. لو في حد مثلا بيعمل اللي عليه المفروض كان يقف وقفه، وشخص تاني سلبي، برضه هما الاثنين مسؤولين، مش كده؟ لكن هي ست غلطانه على فكره، وهو طبعا غلطان، وهي خسرانه وهو طبعا خسران. يعني هي ازاي توقف الغلط ان هي تقول له انا مش هقدر اكمل كده؟ دايما انا بشوف غلط اللي قدامي وما بشوفش غلطي، ما بشوفش انا قصرت في ايه. هل كل زوجين متفقين ايه حقوقهم وواجباتهم تجاه بعض؟ ولو اصبحوا مش سعداء في حياتهم الزوجيه، هل محتاجين يراجعوا الاتفاق ده تاني؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. يعني هي الاتفاقية مش اتفاقية مكتوبة، بس من الأول وضح إيه؟ إحنا الشيلة يعني مش قادرة أفصلها قوي زي ما الناس بتقول، أو نعمل اتفاق كده. الشيلة سايحة على بعضها. 90% من الناس اللي بتفرج علينا دي حالتهم، هو كل واحد تعبان، وكل واحد شايل الأهم لوحده. أنا راجل، أنا ست، انا غلطان مش غلطان بره اللعبه دي، انا حاسس بضيق ما في علاقتي الزوجيه، ايه اللي المفروض يحصل دلوقتي؟ ارجع اشوف انا كنت بعمل ايه بطلت اعمله ايام ما كانت الحياه ناجحه. الحياه كانت ناجحه ليه؟ من الحاجات الحلوه اللي بتتعمل وبتنجح جدا ان انا بكتب ايه انا، ايه موقفي من جوازي، ايه موقفي من مراتي، دي في ورقه، واكتب في ورقه تانية انا في رايي موقف مراتي مني. هي من حقها ان هي تستنى، من حقها ان هي ما تستجيبش قوي لان هو عايز يرجع. لو هي مش مرتاحه للخطوه دي دلوقتي، عايزه تتاكد، ممكن حد يتابعه. ممكن تشرط عليه شروط قبل، تقول له روح اقعد مع حد، وبعد كده مثلا شهرين ثلاثه كده، وبعد كده تعالى نشوف تاني. اوكي، فكره كويسه. فانا عايز اشجعك، يعني انت من حقك انك تستني، انت مش مضطريه انك انت تجربي وبعدين تتبهدلي تاني. ممكن يكون مضغوط عليها مثلا فهي في حيره. اكيد مضغوط عليها من جوه ومن بره. ايوه، لكن انا اكيد ضد انك ترجعي وخلاص. لازم تكوني بترجعي بخطه،
بخطة انه في حاجة مختلفة هتتعمل المرة دي، ان هو هيلتزم بمشوار معين من اجل التغيير، مش انه هيوعدك يعني. طيب ناخد مكالمة. الو الو اتفضل. الو الو ممكن توطي التلفزيون؟ الو ممكن توطوا التلفزيون، هنضطر نقطع المكالمة. واضح انها قطعت مش كده؟ قطعت المكالمة. المواضيع صعبة قوي صح؟ اه مظبوط. حاجات صعبة قوي. وال اتأثرت من مش فاكر اسمها اللي هي قالت انه الجواز ده مشروع فاشل. هو الجواز مشروع صعب، مشروع صعب ومش مبني على انه الناس هتسعد بعض وان الحاجه هتبقى حلوه قوي. احنا نرجع تاني للنقطه دي لانها نقطه صعبه زي ما كنت بقول لحضرتك. يعني هي ربنا فعلا يعني مفكر فيها بطريقه غير ما احنا فاهمين. يعني انا فاهم ان انا هتهنن وهخش كده وخلاص بقى تعويض بقى عن السنين اللي فاتت او حاجه كده، بس هي مش كده. يعني مش عارفه، يعني عايزين نقول الكلام بطريقه اوضح. هل ده معناته انه يعني هو طبعا ده كويس، يعني احنا كان في حاجه عايزين نقولها اللي هو اشتغل على توقعاتي، ده بالنسبه للي متجوز واللي هيتجوز. انا متوقع ايه اصلا عشان ما يحصلش صدمات. بس حضرتك جبتها يعني خالص يعني تحت الارض، اللي هو انا داخل احبط ومش هتهنن. طب انا اتجوز ليه؟ علشان الاحباط ده جزء من اي علاقه حلوه. يعني فين بقى الحلاوه؟ قولها لنا. طيب الحلاوه ان انا قريب من حد، ان انا بكتشف ان انا بتعلم ازاي اديك وبتعلم ازاي اخد منك، ان انا بتعلم ازاي استحملك وانت اصلا في حاجات فيك حاجات مقرفه، وبشوف ازاي انت كمان بتتمرن وبتشتغل على نفسك على ازاي انك انت كمان تستحملني بالحاجات المقرفه اللي فيا. الحاجه دي مريحه جدا، مريحه جدا. في حد يعني عظيم في حياتي قال مقوله كده حلوه، قال الحب يبتدي لما الاعجاب يخلص. لما تكون انت منبهر بحد قوي انت لسه ما حبيتوش، انت لسه في حته ثانيه اسمها الاعجاب. الحب قاعد مستني كده يا ترى، يعني مستني الاعجاب يخلص عشان الحب يبتدي. الحب بيبتدي لما يبتدي عيوبك الفظيعه تطلع بقى، عيوبك اللي هي انا مش بطيقها قوي، مش العيوب البسيطه، عيوب اللي انا بتضايقني بتتعبني بتجهدني تطلع. ساعتها انا هتعلم بقى يعني ايه احبك، وانا كمان بشوف ازاي انت بتحبني مع ان انا وحش. الحكايه دي يعني تقريبا دي من احسن حاجات في الدنيا، يعني انها تحصل لنا، ان حد يحبني كده ويقبلني كده وانا كمان اتعلم ازاي اقبله. لو انا مش بقبل انا هبقى تعيس. احنا بنرجع تاني لنقطه القبول حضرتك. هبقى تعيس، هبقى شخصيه تعيسه، لانه لازم اللي قدامي يبقى هايل. طب ما هو مش هيبقى هايل، مش هو بني ادم؟ فلو انا قدرتي على القبول ضعيفه انا هبقى شخص تعيس. فالجواز او العلاقات الحميمه عامه بتساعدني، كان ربنا بيقول لي انا حمرانك، انا هوديك الجيم، عارف يعني حمر، يعني هتروح جيم عشان تتدرب على ازاي تقبل اللي قدامك، تقبل حد قريب منك قوي، تقبل حاجات مش بتحصل انت كان نفسك انها تحصل. انا عايزه استوضح اكتر كلمه قبول، يعني ايه معناتها وازاي اشتغل على نفسي عشان اوصل لها في بعض الحاجات اللي هي مسببه لي تعاسه. يعني هو يعني اللي محتاج اكتر واحد يعني يقبل هو اكتر حد حاسس بتعاسه. فاحنا عايزين نتكلم اكتر ازاي ابتدي اتعلم اقبل. بس معايا تليفون ناخده الاول. الو الو الو، هو في خط مفتوح بس مش حدش بيرد. الو طيب انا عايزه اقول بس يا ريت اللي بيتصل يطفي التلفزيون خالص او يوطيه على الاخر، لانه بيعمل مشكله جامده، فيا اما ما بنسمعش بعض يا اما الخط بيقطع. نرجع تاني بقى عند حته القبول، ويمكن اقطعك في النص برده لو جات الكلمه. طبعا يعني احنا واحنا بنقول كلمه قبول ما بنقصدش انه مثلا راجل بيخون مراته فمراته تقبل، انا ما اقصدش كده. فالقبول ده لا، في حته كده معينه لا مش قبول، اعترض وخد موقف، لان الموضوع يعني ما ينفعش كده، في اساءه. بس انا قبل ما ابتدي انهي جوازي او ابوظ الدنيا، يعني ابتدي اخد اجراءات بعيده عنك، اعتقد محتاج ان انا اكون بقعد مع حد، محتاج اكون بتكلم مع ناس،
فبمشي سكه من المشوره قبل ما ابتدي انفصل او ابعد عنك عشان ما تعبش منك. لكن قبلها انا عايز افضل امشي مشوار قبول. القبول مش معناه ان انا احب عيوبك. القبول مش معناه ان انا ارمي طوبتك. فالقبول مش معناه ان انا اقعد اشتكي منك طول الوقت بيني وبينك وقدام الناس وقدام الولاد واسمي قبلك وقابل قرفك. ده مش القبول على فكره. القبول هو ان انا اعرف انك انت مش عارف تتغير، مش هتعرف تتغير، مش هتتغير اغلبيه في الحاجه اللي بتتعبني دي، و كل ما احاول ما تزنقش فيها. القبول مش مره واحده، يعني احنا تليفون. ايوه انت اول ما بتسمي بعرف ان تليفون. اوكي اتفضل. الو الو. ايوه اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. انا هدى من القاهره وخايفه اسال الدكتور اشرف سؤال. اتفضلي. انا متجوزه بقالي 17 سنه وللاسف جوزي على علاقه بارمله اكبر منه بثمان سنين، و العلاقه دي مستمره، دخل سهنه واسس وحاجه كثيره جدا عشان يوقفها، لكن ما بتوقفش وبيوعد كذا مره انه هيبطلها. الخيانه دي مستمره بقالها 9 سنين والست دي حتى مش صحيه، ودخلنا في دايره صعبه جدا جدا. انا حصل لي مرتين انهيار عصبي خالص من كده. حضرتك لسه في العلاقه مش كده؟ انتوا مش منفصلين ولا حاجه، حضرتك لسه معاه؟ احنا مع بعض لسه. لدرجه ان بنته شافته في وضع مش مظبوط. انا عملت كل المواجهات، حصلت كونفرنتيشن فظيعه كتير، رحت لاهلها واهل جوزها وكل حاجه، مفيش حل، مش 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 بتوقف. طب حضرتك سؤالك، عايزه رد قولي صلي فوقي، انا تعبت من الرد ده. لا قولي لي تاني الرد ايه؟ يعني كل ما بروح يقولوا لي خلاص مفيش حل، ما قدامكيش غير انك تصلي وتصومي. اوكي. وانا تعبت من الرد ده. طب قولي لي سؤالك ايه بالظبط بالتحديد؟ اعمل ايه علشان يعني يبطل العلاقه ديت وعلشان الست دي تبعد عنها؟ اوكي شكرا. شكرا مدام هدى. احنا هنطلع فاصل ونرجع نرد على السؤال. رجعنا لكم بعد الفاصل. انا عايزه افكركم انه ده برنامج باقي الحكايه، الحلقه اللي هي بتبقى على الهواء بناخد فيها اسئله على موضوع الازمات في العلاقه الزوجيه وازاي نحلها. في سؤال خدناه هنجاوب عليه، بس هناخد الاول سؤال دلوقتي ونجاوب على السؤالين مع بعض. الو الو. المكالمه قطعت. الو. اتفضل. الو. ايوه مع حضرتك. اتفضل. ايوه اتفضل. اتكلم ولا؟ اتفضل اتفضل، احنا سامعينك. أيوة كويس قوي. خير يا فندم. الو. ايوه ايوه مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا شايف البرنامج دلوقتي، انا الحاله بتاعتي عكس اللي كانت بتتكلم من شويه اللي اسمها نورا. ايوه. ان هي مش قادره تقول علشان خاطر انه عشان عنده علاقات. انا راجل اتعرضت لمشاكل في طلبات الشغل، دخلت في مشروع، انا بشتغل في مجال السياحه، دخلت في مشروع مع طلاينه كبير وحصلت في تعبان. من وقتها يعني مراتي بقالي 10 سنين رافضه الكلام وانا منفصل عنها. ومع هذا انا ما سبتهمش ان هم يحتاجوا او يمدوا ايدهم لبعض. بالعكس، اولادي دخلوا مدارس امريكيه، دخلوا الاي يو تي، كل الكلام ده كله وهي رافضه. انا عايز اعرف، هو الناس اللي انتم عمالين تتكلموا، الناس وهو وربنا والمسيح والكنيسه وكل الكلام ده كله، ازاي انا والناس مش عايزه تقبل انها تتصالح او تسمع؟ حصلت، طب تعبانه حصلت، الناس مش عايزه تتغير. وبعدين انا بفكر بقالي دلوقتي 10 سنين سايب ولادي وبيني وبينهم لا يتعدى 300 متر. استاذ حضرتك المشكله، ممكن تسمعني بس عشان استوضح كلامك. المشكله انه حضرتك كنت في مشاكل وزوجتك انفصلت عنك، وبعدين حضرتك بتحاول ترجع لها وهي رافضه، مظبوط؟ وده مسبب لك استياء. ما خليتش حاجه يعني عشان خاطر انها ترجع. وهي رافضه تماما. انا ساكن في شقه لوحدي وهم قاعدين ولادي في شقتهم وكل حاجه. طيب هي ايه السبب اللي بتقوله لك انها رافضه؟ رافضه ليه؟ لان هي عايزه تشوف خلاص، يعني هي طلبت كتير في الفلوس وكل الكلام ده كله، تمام؟
عايزه تشوف دلوقتي شوف خير وعايزه تشوف الدنيا ترجع كما كانت وعربيتها والذهب والشقه وكل التلاتة. يعني هي عايزه حضرتك تستقر ماديا الاول مظبوط؟ مين؟ هي عايزاك تستقر ماديا الاول وبعدين ترجع لك هو ده؟ هي تستقر نفسيا؟ لا لا تستقر نفسيا؟ ايوه ماديا. انما هي تستقر نفسيا. لا ماديا ماديا. طب هنفضل لغايه امتى؟ البنت مخلصه الجامعه وبتشتغل دلوقتي في اللوفت من 2006 طب وبعدين؟ طب ما دلوقتي اي حد بيتقدم للبنت بيقول له انا ما اعرفش عنهم حاجه. فحضرتك يعني مستاء من الوضع ده مظبوط؟ اه طبعا. طيب حضرتك احنا كلنا واحنا وانت وكل الناس عم بتتكلم. طيب معلش الخط فصل. احنا هنعلق على كلام حضرتك بس الاول هنجاوب على السؤال الاولاني خليك معانا وبعدين هنعلق على الكلام ده. فاكر السؤال؟ فاكر انا هفكره للمشاهدين. في مدام كانت بتشتكي انه زوجها عنده علاقه خارج الزواج وهي حاولت كل حاجه عشان هو يبطل العلاقه دي ومفيش فايده وفي ناس تدخلوا وناس كبار تدخلوا وناس مسؤولين مفيش فايده وفي الاخر الناس قالوا لها خلاص صلي وصومي وخلاص كده. فهي طبعا مستاءة جدا ومش قادرة تستحمل الوضع وبتسأل اعمل ايه. مدام هدى انا انت سألت سؤال غريب. انت قلتي اعمل ايه عشان اخليه يسيب الست دي. غالبيتها انت عملتي كل حاجة يعني لسه بتفكري كده يعني لسه بتفكري تعملي ايه عشان هي تسيبه او هو يسيبها يعني اي حاجة عشان يسيبوا بعض. فجايز جايز جايز هي كمان شرحت هي عملت كل حاجه زي ما حضرتك قلت. جايز اللي هيساعدك انك تغيري السؤال يعني انك انت تفكري تسالي سؤال تاني. اعمل ايه مش اعمل ايه عشان يخليهم يسيبوا بعض. اعمل ايه عامه في يعني هو لو هو مكمل ومع كل المحاولات انت محتاجه يعني فكري في الابتعاد عنه. فكري في الحكايه دي. واحد في علاقه مستمره بقاله سنين طويله انت جربتي كل حاجه هتعملي جالها انهيار عصبي مرتين. ففي اوبشن كده اسمه انه لما بيكون حد بيخوني ان انا ما استمرش معاه. فطبعا ده يعني كلام خطير كده ان انا اقول لك يا صح بس ده كلام انا شايفه لازم يتحط الاوبشن ده ويبقى بتفكري هكمل ازاي مش عارفه اكمل ايه ده يعني ما كملش. هي لازم تبقى كده. بخصوص الاستاذ اللي اتصل يعني ما كانش في سؤال كان أيوه. هو مستاء جدا هو متضايق قوي من الوضع و هي واضح ان مراته مش عايزه ترجع يعني بتقول ما نعرفش بقى يعني هو يعني ده الكلام من ناحيته اللي هو شايفه انه هي عايزه في مستوى اقتصادي معين ومش مصممه ما ترجعش الا لما يكونوا غنايب من غير ما نحكم على الوضع. احنا مش عارفين ما سمعناش الطرفين بس هو بيسال يعني زي يقول اعمل ايه او مستاء يعني مفيش حاجه تتعمل مش عارفه. دكتور يعني حضرتك يعني كنت بتقول على فكره القبول في العلاقه يعني وحضرتك لما رديت على مدام اللي هي جوز ايوه هي حضرتك قلت لها الشق يعني ما تعمليش حاجه خلاص او خدي. فانت عايز تقولي كده للراجل ده؟ عايزه اقول انه القبول برضو بيشتغل في الحته دي انه انا لازم اقبل الوضع ده مش الوضع ده يعني ان انا اصلي واصوم او ان انا اقبله يعني احبه انه خلاص وهو لازم يقبل. متهيألي انه هي رافضه هو مش هيقدر يعمل حاجه طول ما هو عنده امل ومستاء كده ده يعني مش عارفه ايه رايك يعني. يعني هو مش عارف ليه انا مستغرب القصه شويه فمش قادر اقول قوي بس لو هي قصه كده هي كده وهما بقالهم السنين دي وهو الموضوع كده هو الجوازه دي هو محتاج يعيش يعني يركز على حاجات ثانيه ينسى الموضوع. طيب ناخد سؤال. الو الو ايوه كنت عايزه على الدكتور اشرف لما بيقول المفروض الواحده تقبل جوزها والطرف الاخر بكل شكله يعني بقرفه بكل زي ما هو اللفظ اللي قاله بالظبط كده مش اوكي لما بتقبله كده والحياه تمشي احتياج الست فين؟ الحنان العاطفه ان حد يحس بيها فين؟ فين ده كله من الحياه المستمره الحياه الروتينيه العاديه اللي ماشيه
اوكي الاولاد كل حاجه محتاجينها ماشيه، البيت مستمر، اكل وشرب وكل حاجه ماشيه اوكي. طب فين احتياج، فين احتياجي انا من 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 كل ده؟ يعني لو توصل لي 25 سنه جواز وما فيش يعني نظام اقضي نشفت، ما فيش اي معنويات بتتاخد، قطاع قطاع على قطاع قطاع على طول، كل الحلول اللي اتحلت. يعني مش عايزه حد يجي يقول فلسفه ويقول ان مثلا لا المفروض كنت قلنا وما فيش، بالعكس كان كل حوار بتقلب للضد، فكان اسهل حاجه ان انت تسكت. خلاص هتاكل والحياه ماشيه اوريدي حلو جدا. طب الاحتياج هنا تاخديه ناخده ازاي؟ مدام يعني حضرتك بتقولي انه لو قبلنا الاوضاع زي ما هي او كذا، طب هعمل ايه في الاحتياجات اللي جوايا؟ مظبوط كده؟ هو الخط قطع. هناخد سؤال تاني وبعدين نرد على السؤال ده، افتكروا معايا بقى يا دكتور. الو، ايوه الو، في سؤال تاني ولا ايه يا جماعه؟ الو الو، ايوه اتفضل. انا كنت اتكلمت وقالوا لي هنحولك على دكتور اشرف. احنا اهو معاك دكتور اشرف معاك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هي المشكله كلها تتلخص ان انا متزوج من 17 سنه وعندي 47 سنه وعندي ولد وبنت وعايش مع مراتي وفي بيت واحد مفيش اي حاجه. المشكله كلها ان انا جالي احساس خلال الفتره اللي فاتت دي ان انا مش ما قدرتش اخليهم يحبوني زي ما انا بحبهم، مع الرغم ان انا متعاون في كل حاجه معهم في البيت من كل المعطيات، ما على قد امكانياتي في الظروف الماديه ما بتاخرش عليهم، رحلات فسح بنتفسح، اشتراك في النادي موجود، انا من الزوج اللي هو مشترك في البيت، لو في طبيخ بطبخ، لو في نظافه بنظف، لو في غسيل بغسل، مش مستعي بان انا اساعد مراتي في كل حاجه. طب حضرتك جالك ازاي الاحساس ده؟ ازاي حسيت ان هم مش بيبادلوك الحب؟ اولا كل تصرفاتهم عكس الشيء اللي انا بتمناه ان هو يكون ليهم كويس بالنسبه لاولادي وبالنسبه لمراتي، بالنسبه لاهتماماتها بيا تملي مش قويه. قالتها هي اتبقت الحيز الاول قبل مني، مع العلم انها بتجامل عيلتها اكثر، هي بتجامل عيلتي. حتى في علاقتنا الجسديه بيبقى في ضعف ما بيني وبينها في العلاقه، لدرجه ان انا بيجي لي ساعات احلام وكوابيس ان انا بشوفها بتعمل علاقه مع اخوها، او انا بطلب ان انا اعمل علاقه جسديه بتقولي لا اخويا الاول وبعدين انت. فده طبعا بيضايقني، وفي نفس الوقت مش قادر اكسر هذا الحاجز، وانا مش عارف اعمل معاها ايه، مع رغم ان انا من ضمن الناس اللي ذاكرتي مشهوره وعندي فكره، ومع رغم كده برضو ما قدرتش اكسر هذا الحاجز. طيب تملي اروح البيت لو في اي حد من اخواتها موجود او كده، هي مديه اولويه، تبقى هي لسه مصحصحه وقاعده انا بتضحك وبتنتعش. استاذ معلش، هي ممكن انا اروح، انا هقطعك. طيب انا مضطر اقطعك، ممكن هي تعمل، معلش انا مضطر اقطعك، انا اضطريت اقطعك لانه احنا فاضل لنا وقت قليل وانا عايزه اجاوب على سؤالك. الفكره والصوره وصلت، واحنا هنجاوب على السؤال الاولاني ونرجع لسؤال حضرتك. تابعنا طبعا هي السؤال. بتقول الاولاني احنا احنا فاضل لنا 4 دقائق فقسمهم بقى بالعدل. دلوقتي هما السؤالين الحقيقه متشابهين، ايوه، لان الاثنين بيتكلموا زوج وزوجه وزوجه عملوا اللي عليهم كله، عندهم احتياج غير مسدد. هو بيقول ان هي مش بيحبوني قوي، مش بيحبوني زي ما انا كنت محتاج، وهي بتقول طب انا اقعد اقبل كده، احتياجاتي راحت فين؟ هعمل فيها ايه؟ ففي الحالتين في احتياجات غير مسدده. الاحتياج الغير مسدد في احتمالين للاحتياج الغير مسدد. في احتمال انه اللي قدامي فعلا مهمل لجوازنا، برد بقى على المدام اللي في الاول، بقول له حضرتك في احتمال ان يكون جوزك ساكك على الجوازه دي، مش مهتم قوي،
وساعتها هتمشي الطريقه العاديه اللي انت واضح انك انت ماشيه، انك انت قلتي له مليون مره وما نفعش وكده. ففي جزء ممكن يكون هو مهمل ليكي، قله يعني قله تركيز وقله حب. في جزئيه تانية انا مهم قوي انك تبقي مميزه ما بينهم. جزئيه تانية انك انت تكوني عايزه تتحبي بطريقه معينه، وده برضو رد برضو هو للاستاذ اللي هو المكالمة التانية. هو شايف في المكالمة التانية، انا بختصر، هو حاطط حاجات معينة بتبين ان هو بيحبوه ولا لا، بس هو شايف ان هي مدية اولويات زائد الحتة طبعا اللي هزتنا طبعا اللي هي اعطائها الاولويات لاهلها بدليل الحلم بتاعه. يبقى اذا هما في حاجتين، في حاجة انه شكلها ان القدامي فعلا بيعمل حاجة تعباني، وفي جزئية تانية ان انا ممكن اكون حاطط توقع معين انا حبني كده. ايه العمل دلوقتي؟ فانا هشتغل على الاثنين، هشتغل على الجزء بتاعك وهشتغل عليا انه طب انت ممكن تكون انت بتحبني بس انت مش هتفتكر عيد ميلادي، يعني في حاجات هتضايقني فيها، ممكن تكون بتحبني لكن مش عارف تحط حدود مع عائلتك، فانا مش عايزه اوقف، ما اخدش اي احتياج منك، ما اخدش اي حاجه منك عشان انت عامل غلطه بالنسبه لي فادحه. لا، انا عايز اقول هي بالنسبه لي فادحه لكن بالنسبه لك انت مش شايفها، ومش معناه انك انت ما بتحبنيش. اوكي، فاعرف اخد منك شويه، اعرف اخد منك شويه، انت بتحبني مش زي ما انا عايز بس اعرف اخد منك شويه. فهم ممكن يكونوا بيحبوه بس هي ست مش عارفه تحط اولويات. الجزئيه بتاعت بقى الغلط بقى اللي هو عدم التركيز هذا الزوج او الست اللي مديه اولويه غلط، انا ممكن برضو اطلب ان احنا نعمل مشوره زوجيه، لانه في حاجات كتير قوي احنا بنقولها لبعض ما بنصدقش، لكن لو جبت حد تالت قالها لنا بص تلاقيها ليها تاثير. طيب انا عايزه اشكرك جدا يا دكتور، وحضرتك كنت مختصر على قد ما نقدر، معلش احنا بنتاسف عشان الوقت. عايزه اشكركم على مشاركتكم جدا، وافكركم انه الحلقه الجايه هي عن الغفران، واشجعكم ان انتم تتابعوها وتتصلوا بينا وتسالوا الاسئله اللي عندكم. شكرا ونشوفكم في حلقه جديده.